أكد الناطق باسم اللجنة الأمنية العليا للانتخابات العميد غالب عطية استكمال كافة الإجراءات الفنية واللوجستية في جميع المحافظات لتأمين الانتخابات. إن الإجراءات الأمنية تجري بوتيرة متصاعدة من قبل اللجنة الأمنية العليا واللجان الفرعية في المحافظات من أجل إقامة الانتخابات في موعدها المقرر وتأمين الحماية للناخبين والمرشحين ومراكز الاقتراع ومخازن المواد اللوجستية وكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية. تم التأكيد على الأحزاب والكيانات والمرشحين للتقيد بموعد انطلاق الحملة الانتخابية وعدم عقد التجمعات وترويج المرشحين قبل انطلاق الحملة الإعلامية، وبخلافه سيتحمل المخالف التبعات القانونية. تم الانتهاء من اختيار المواقع الجديدة لمخازن المواد اللوجستية الخاصة بالانتخابات وتهيئتها وتوفير الحماية التامة لها من كافة الاتجاهات. التأكيد على الأحزاب والمرشحين في بغداد والمحافظات بضرورة إعلام وتبليغ اللجنة الأمنية العليا للانتخابات والفروع في المحافظات وتبليغ دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية التابعة للمفوضية المستقلة للانتخابات قبل افتتاح أي مكتب لها، ليتسنى للجنة الأمنية توفير الحماية اللازمة لها وكذلك مراقبة سلوكها الانتخابي من قبل المفوضية. نؤكد استكمال الإجراءات الأمنية واللوجستية لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 10/1/2021، والقوات الأمنية على استعداد تام لحماية مراكز الاقتراع والطرق المؤدية لها وحماية المرشحين والناخبين على حد سواء. قواتنا الأمنية على قدر المسؤولية وفي أتم جاهزيتها.